إخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو الإخوان غادي نحاول نجاوب على جوج أسئلة اللي كطرحوا علينا، عندهم علاقة بالإنجليز والمونيتال، بالمبالغ اللي غادي نشدوهم في سنة 2023. غادي نتكلموا على هذه المبالغ الإخوان بهذيك الزيادة ديال 8.5. وكاين واحد السؤال آخر اللي كطرحوا علينا الإخوان، فوقاش غادي يبداو يخلصونا بهاد الزياده هادي ديال 8.5. المهم اولاد عمامي، ما تنساوناش باللايكات ديالكم وشويه ديال البارطاج الاخوان. كيف كتشوفوا معايا الاخوان في هذا المقال هذا ديال اليوم، المقال ديال 18 من شهر 12 الاخوان، في الساعه ديال 11:40 ديال الصباح. بالي هنا كيتكلموا لينا الاخوان على كيفاش الصوره الصوتيه كتعمل، كيفاش كدير باش كتحسب هذه المبالغ هذا، ولا كيفاش غادي دير باش تحسب هذه المبالغ في سنه 2023. المبلغ مع زياده بالنسبه 8.5% كيف يتم حساب الحد الادنى للدخل الحيوي في عام 2023؟ اولا الاخوان خصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي باقي ما عارفش، هاد المساعده هذه ولا هاد بريستاسيون نو كونتريبوتيف الاخوان اللي كتعطيها الثوره السوسيال، هي ولا الاخوان بالي الحد الادنى للدخل الحيوي هو ميزه بالي الاخوان غير قائمه على الاشتراكات، بالي نو كونتريبوتيف يقدمها الضمان الاجتماعي بهدف منح مخاطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في اسبانيا. هذا هو الانجليزي مونيتال بالي ولاد عمامي. اذا ما كتواجدش في هذه الحاله هذه في هذه الوضعيه، راه نورمالمون ما عندكش الحق في الانجريسو من مويتال، وبلا ما تمشي نقولوا طلب بالا ولاد عمامي. سيتم تخصيص مبلغ للاشخاص الذين تمنح لهم هذه المساعده الماليه من قبل الضمان الاجتماعي، والذي قد يختلف حسب الدخل. بالا ولاد عمامي كاين واحد الحاجه اخرى هنا دابا، كيف شفتوا السؤال الاخوان كيفاش كيحسبوا هذه المبالغ، حيت كيف كتعرفوا هذه المساعده الاخوان هاد الانجليزي مونيتا راه كومباتيبل مع شي مساعده اخرى ولا الاخوان مع الخدمه. على داك الشيء كاين الناس اللي ما كتخلصش في الرينتا غارانتي هذا الاخوان في هذاك المبلغ كامل، علاش؟ حيت كيكونوا كيدخلوا من شي بلاصه اخرى، والضمان الاجتماعي شنو كيدير غير كيكمل لهم لهذاك المبلغ اللي عندهم فيه الحق في الانجريسو مينيمو بيتال. بالي هي ميزه الاخوان تكميليه، تقدر تخدم ويكملوا لك نقولوا الاخوان المبلغ ديالك من عندهم. الناس اللي كتخدم غير السوايع ولا ميديا خورنادا، المهم ولا عندهم شي بريستاسيون الاخوان، شي سوبسيديو ديال سي بي، شي مساعده ديال 400 وكذا، و الثغره السوسيال كتكمل لك الاخوان من عندهم باش يكملوا لك نقولوا هذاك المبلغ اللي عندك فيه الحق. يتوفق هذا الاستحقاق مع تحصيل الاعانات الاخرى واعانات البطاله. ايش كومباتيبل مع شي مساعدة أخرى ولا المساعدة الإخوان ديال ديسيمبليو. يمكن أيضا جعل المساعدة متوفقة مع الوظيفة، كومباتيبلي عاود مع العمل مع الخدمة، وهو أمر سيتم مكافحته الإخوان بآخر تعديل للميزات، لكن الدخل قد يعاني انخفاضا في الاستحقاق. نعم إذا كتخدم ولا كتشبع شي مساعدة أخرى من شي بلاصة أخرى، راه المبلغ اللي غادي يوصلك ما غاديش يكون مكمول، حيت علاش؟ حيت راه خدام كتدخل شي حاجه من الخدمه ولا من شي مساعده اخرى، ديك الساعه السيغورا سوسيال ما غاديش تدخل لك نقولوا المبلغ ديالك كامل، غير غادي تكمل لك. بالا ولاد عمامي هنا كيعطي لنا واحد المثال الاخوان، بالي كيف يتم حساب الحد الادنى للدخل الحيوي؟ الحد الادنى للدخل الحيوي بالا الاخوان بسبانيوليا غادي نمشي ماس رابيدو. هنا الاخوان الانجريسو مونيتالي شون بريستاسيون كومبليمنتاريا لوس انجريسوس، كيف قلنا لكم الاخوان تكميليه للمداخل ديال سوليتيتانتي ديال المستفيد ديال الاخوان ديال المطالب نقولوا لهذه المساعده. إذ يثير لا سوما دي طولوس انجريسوس ديفيريا يغار على شي مينيمو ديال الرينتا غرانتيزادا، المجموع ديال جميع المداخل ديالك خصهم يوصلوا المبلغ اللي عندك فيه الحق في الرينتا غرانتيزادا. عندك الحق 1000 اورو في الانجليزي مونيتال، وانت كتدخل 500 من جهه اخرى، سيورا سوسيال غادي يخلصوك 500 اورو اخرى باش توصل لهذاك 1000 اورو اللي عندك فيه الحق. بالي ولاد عمامي هذا هو الانجليزي مونيتال الاخوان، ايش كومباتيبل كونوتراس بالي كونوترا
بريستاسيون مثلا كاسوبسيديو ولا الاخوان نقولوا كيف قلنا العمل تقدر تخدم ما كاين حتى شي مشكل. كاين الكاسو دي نو يغار سي مينيمو في خاطر بولا سيغوراسيون سيرا دوندي استا بريسيون كومبليمنت كومبليمنت الانغريسو. داكشي اللي قلت لهم الاخوان اذا ما كتوصلش لهذاك المبلغ اللي عندك فيه الحق في الرينتا غارانتي هذا ديال الانغريسو ميتال سيغورا سوسيال كتكمل ليك من عندهم. هنا عطاو لينا واحد المثال الاخوان بالي بار انترين كونتيكستو باموس اكسبليكالو كون ان اكزامبلو واحد المثال una persona pertenece a una edad de convivencia confirmada conformada por dos adultos y dos menores. هنا كيعطيو لنا الاخوان واحد المثال ديال عائله متكونه بجوج كبار جوج صغار y solicita el ingreso monumental la seguridad social que comprueba vale seguridad social comprueba que reúne los registros que dan acceso a la ayuda si les concede una renta anual garantizada ديال 13184 عائله متكونه بجوج كبار جوج صغار طلبوا المساعده ديال الانجليزي ميتال عندهم فيها الحق كتجي لهم نورمالمون اخوان في السنه 13184.01 في الشهر 1098.96 يورو بالوالد عمامي سمعوا مزيان. Ahora esa unidad de convivencia uno de los adultos trabaja media jornada هذيك العائله واحد منهم كيخدم ميديا جورنادا يكبر وكيتخلص الاخوان في 450 يورو من العمل كيخدم نص خرناده. يا ترى بيرسون ادولتا كوبرا ان سوبسيديو بارسيال او شخص اخر الاخوان مثلا الراجل خدام ميديا خرناده كيشبر 450 وحتى المراه الاخوان نقول لك كتشبر واحد سوبسيديو بارسيال النص ديال سوبسيديو ماشي كومبليتو غير بارسيال 240 يورو بالي الاخوان 450 زائد 200 يورو بالي لا سوما اي تونجينغرو سيسيرا 690 690 por lo que les faltará para llegar a esa renta mínima ديال كيشدو الاخوان بالعمل وهاد السوبسيديو المجموع ديال 690 في الشهر وكنا حنا قلنا باللي عندهم الحق في 1098 بشحال باقي ليهم عاد باش يوصلوا لهذا المبلغ باقي ليهم 408 يورو الاخوان و 66 سنتيم هذاك هو المبلغ اللي غادي يخلصوهم الاخوان من سيغورا سوسيال باش يكملوا ليهم هذاك المبلغ ديال 1000 98 كلشي مفهوم ولاد عمامي كلشي مفهوم ما كاينش اللي يشرح لكم هذا الشيء بهذه الطريقه. المهم نمشيو الاخوان المبالغ باش ما نطولش عليكم المبالغ الاخوان اللي غادي نشدوهم سنه 2023 بهذه الزياده هذه كيفاش غادي يكونوا المبالغ اللي غادي تشدوهم الاخوان ابتداء الناس اللي كتسولوا فوقاش غادي يبداو يخلصونا الاخوان نقولوا في هذه الزياده في شهر واحد ملي كنهضروا على شهر واحد كنتكلموا على 24 25 في شهر واحد هذوك البنوك اللي كيسبقوا الخلصه بزاف منا الاخوان نقولوا كتوصل لينا هاد الفلوس هادو في الاواخر ديال الشهر 24 25 ولا واحد شهر جوج تما غادي تبان لكم هاد الزياده. اما دابا نهار 24 25 انا ولاد عمامي حيت عاد غادي نتخلصوا في شهر 12 في شهر واحد غادي تكون زياده ديك الساعه نمشيو حتى الاواخر ديال شهر واحد عاد ملي خلصونا غادي نلقاو هاد الزياده. هاد الزياده الاخوان باش ما نطولش عليكم هنا اون ادولتو الاخوان بالي العائله اللي متكوله غير بواحد غادي نهضر معكم الاخوان غير نقول لكم المبلغ الشهري ماشي السنوي بالي شخص الاخوان كبير نقولوا ادولتو بالغ 533.42 ادولتو واحد مينور كبير زائد واحد صغير 810.80 اون ادولتو دوز مينوريس بالغ زائد جوج مينوريس جوج وليدات صغار 894.77 اون ادولتو تريس الاخوان مينوريس ولا اكثر واحد كبير ثلاثه الوليدات ولا اكثر 1130 جوج كبار 693.44 دوز ادولتو جوج مينور جوج كبار واحد صغير 853.47 دوز ادولتو جوج مينوريس جوج كبار جوج صغار 1013.50 بلا ولاد عمامي دوز ادولتوس اي تريس او ماس مينوريس جوج كبار ثلاثة صغار ولا أكثر 1173.52 ثلاثة كبار 853.47 تريس ادولتوس يوم مينور ثلاثة كبار واحد صغير 1013.50 كوما 50 سنتيم الإخوان تريس ادولتوس إيدوس ولا ماس مينوريس ثلاثة كبار و جوج صغار ولا أكثر 1173.52 أربعة كبار 1013.50 4 ادولتوس يون نينيو الاخوان 4 كبار 1 صغير
1173.52 والباقي الاخوان 1173 هذاك هو الطوب الاخوان نقولوا اذا كان شي عائله اخرى اللي ما ذكرناهاش هذا هو الطوب 1173.52 هنا الاخوان صالي لو كوانتيز ان انجلش اوريتال فاريان ديبيندو دو لا اونيدات دي كونفيفينسيا استا سوبيران ا بارتي دي 1 دي انيرو فالي ديال 2023 تالي كومو ريكوجين البروسوس جينيرال دي ستادو الفندرناسين سون سوبيدا تال لان فيميسمو بالانت بودريان انجريسار hasta tal, ¿vale? Estas son las cuantías para dormir con la subida. داك الشيء اللي قلت لكم انا اخوان دابا هذاك المبلغ اللي قلت لكم دابا راه بهذه السويده الاخوان ديال 8.5. Estas serán las cuantías para 2023 con la subida del 8.5 ya aplicada. هذا المبلغ اللي سمعتوا دابا الاخوان راه فيهم هذه الزياده ديال 8.5. قلت لكم الاخوان غادي نبداو نتخلصوا فهاد الزياده هادي في الاواخر ديال شهر واحد بالي 24-25 الناس اللي عندهم البنك كيسبق ليهم الاخوان هاد الخلصه اما الناس اللي البنك ديالهم ما كيسبق ليهم هاد الخلصه حتى واحد من شهر جوج عاد الاخوان غادي نتوصلوا بهاد الزياده هادي هادشي اللي كان ولاد عمامي تحياتي لكم امبروك الميسي امبروك الميسي هو اللي غادي ياكل هذاك الكايو مزيان ماكرون يمشي يبكي شويه اليوم توكا يورح هادشي اللي كاين برافو ارجنتينا برافو بولودو برافو علي ميسي صراحه كان كيستاهل هاد اللعب هذا راه كان كيستاهل الاخوان كاس الاحلام ما تقدرش تعتزل من الكره وانت كاحسن لاعب في التاريخ بلا مونديال واش متفقين معايا ولا لا ما ربحاش المغرب من احسن يديها ميسي بالي امبابي باقي صغير وفرنسا انا عليا ما يديو حتى زفته في حياته راه عمر ما غادي ينساو داك البينالتي ديال ديك النهار المهم تحياتي لكم الي الي ارجنتينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته